أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا أيها الأحبة ورحمة الله وبركاته. ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. قد لا نعلم أو لا نصل إلى حقيقة هذه الليلة المباركة، لأننا مهما قلنا ومهما تكلمنا ومهما تكلم المتكلمون في ليلة القدر، فهي أعظم وأعظم وأعظم من أن نصل وندرك حتى جزءا منها. ويكفيك أن سورة القدر في القرآن الكريم باسم ليلة القدر، وسورة القدر من السور العظيمة التي يستحب قراءتها وتكرارها في العشر الأواخر، وبالذات في ليلة القدر في العشر الأواخر من شهر رمضان. ولا يعلم متى تكون ليلة القدر، لأن ليلة القدر المباركة مخفية. نعم، قد وردت الروايات أن ليلة القدر تكون في 23 أو 27، وقد تكون ما بين هاتين، ما بين هذه الليالي، الليالي العاشر. وأيضا لا يمكن أن يدرك أو يعرف أحد هذه الليلة أو توقيتها، إنما نحن نسأل الله أن نصل إلى هذه الليلة وأن تكون هذه الأعمال في هذه الليلة، ليلة القدر المباركة. الحديث في ليلة القدر حديث شجي، حديث مبكي، لأن هذا الحديث يتكلم عن أقدار الناس، مقدرات الناس، عالم التغيير عند الناس. ليلة واحدة في السنة، ولكنها عن ألف ليلة، عن ألف شهر. ليلة واحدة فيها من الثواب العظيم الذي لا يمكن أن يحصى أو يعرف أو يستزاد أو يدرك. ليلة مباركة عظيمة، لكن على الإنسان أن يدرك أن ليلة القدر المباركة هي من أجل أن يتغير الإنسان من حال إلى حال أفضل، من وضع إلى وضع أفضل. لا يكفي أن أقف أمام المصلى وأصلي، لا يقف أن أقول، أن أذكر، أن أبكي، أن أتهجد، أن أتضرع، وبعد ذلك أخرج لممارسة حياتي الطبيعية وكأن شيئا لم يكن. لأن ليلة القدر المباركة هي محطة التغيير، محطة التعديل السلوكي الحقيقي. والإنسان إذا ما أراد أن يتغير لابد أن يغير أخلاقه، يغير سلوكه، وهذا السلوك الذي يغير نمط مسيرته، نمط سيرته، ينبغي أن يتغير إلى الأفضل. ولا يمكننا أن نقول أن التغيير بالمعنى المظهر أو المعنى الخارجي، إنما التغيير معنى باطني داخلي في الإنسان. فإذا أردت أن تتغير لابد أن تحسم أمورك فيما ترى، فيما تفعل للآخرين. سوء المعاملة من الأشياء التي لا يمكن أن يقبلها الله جل جلاله على عبد من عباده. عقوق الوالدين لا يمكن أن يقبله الله على عبد من عباده. الفتن لا يمكن أن تكون مقبولة عند الله على مؤمن يقول أنه مؤمن. فبالتالي ترك الغيبة والنميمة وترك الكذب وترك النفاق وترك الاستهزاء بالآخرين وترك الأخلاق الغير جيدة
هو محضر خير في ليلة القدر. لا يكفي أن تقول اللهم إني أسألك الهداية، بل يجب أن تسعى إلى الهداية، يجب أن تسعى لتغيير حالك وضعك من أفضل إلى أفضل. ينبغي أن ترى نفسك، تنكشف على نفسك، تراجع نفسك، تراقب نفسك، تستعين بالله سبحانه وتعالى، وتقرر في هذه الليلة أني أنا عبد الله أترك هذه العادة الفلانية، أترك هذه العادة الفلتانية، أترك هذا الشيء، أترك الكذب، أترك النفاق، أترك سوء معاملتي للآخرين، أترك سوء الظن، أترك الاعتداء على الآخرين، أترك الاستهزاء على الآخرين، أترك السب، أترك الشتيمة، أترك المنابزة، أترك جميع هذه الأمور التي لا ترضي الله جل جلاله في عبد صالح مؤمن يبتغي وجه الله. فبالتالي ليلة القدر ليلة مصيرية، تقبل الأعمال فيها، ويقبل الدعاء فيها، وتستجاب المسائل فيها، وعلى العبد أن يرد الجميل بالجميل منك إلى الشكر إلى الله سبحانه وتعالى. ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فبالتالي أيها المؤمنين، أيها الأحبة، إذا أردتم أن تنالوا خير ليلة القدر، ليلة القدر فيها التغيير والتعديل، فيها تهذيب النفس، فيها الإحسان، فيها السعة، فيها العاف، فيها السماح، فيها الصفح، فبالتالي اصفحوا، ابروا ذممكم، ابروا ذمة الآخرين المشغولة لديكم أو عندكم، اسألوا الله المغفرة، بالإضافة إلى اسعوا إلى نيل المغفرة من الناس والصف. أن أتكلم على الآخرين، أن أشتم الآخرين، أن أسب الآخرين، أن أظن سوءا بالآخرين، هذا حرام، هذا لا يجوز، هذا غير صراط الذين أنعمت عليهم. فبالتالي ينبغي علينا أن نحاسب أنفسنا، أن ندرك، أن نعلم، أن نعمل أن هذه الليلة المباركة، أن هذه الأيام المباركة هي فرصة استثنائية للتغيير، فرصة استثنائية لأن نعزم ونعقد العزم على التغيير الفعلي، على أن نترك كل ما لا يصلح، كل ما لا ينفعنا، كل ما لا نحتاجه، كل ما يزيدنا ذلة وإساءة إلى أنفسنا، كل ما يمكن أن نبتعد عن من حطام هذه الدنيا، من فتات هذه الدنيا. عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله جل وجلاله، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العفو والمغفرة والرضا من الله والرضوان، وعتق رقبتي وأعتق رقبتنا جميعا من نار جهنم. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.